الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما نصيحتكم لمن يتكل تماما على المحامي أو القاضي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الاعتماد الكلي على الأسباب شرك في الشرع، وتعطيل الأسباب عن آثارها قدح في العقل، وفعل الأسباب مع كمال تفويض اعتماد على القلب اعتماد القلب على الله هو حقيقة الدين والتوحيد والشرع الذي أمر الله عز وجل به. فلا يجوز للإنسان أن يعلق قلبه التعلق الكامل بالأسباب ثم ينسى مسببها وهو الله تبارك وتعالى. فأهل السنة في هذه المسألة بين طرفين، بين طائفة علقت قلبها التعليق الكامل بالأسباب وغفلت قلوبها عن المسبب الأسباب، وبين طائفة عطلت آثار الأسباب مطلقا. فجاء أهل السنة رحمهم الله تعالى وأمروا بالأخذ بالأسباب والحرص عليها، ولكن أمروا مع ذلك بكمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، وهذا هو حقيقة التوكل المأمور به شرعا. فإن عماد التوكل عند أهل السنة مبني على ركيزتين: على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، وعلى فعل الأسباب المتاحة المشروعة. فليس التوكل هو التفويض مع تعطيل الأسباب، وليس التوكل هو فعل الأسباب مع تعطيل التفويض، بل إن حقيقة التوكل المطلوبة شرعا هي مزيج من التفويض وفعل الأسباب، فلا بد من الجمع بينهما، والله أعلم.